جدول تزكية النفس. أنا المفروض أني بعد كراسة قراءة النفس، بعد قراءة نفسي، بعد تخليتي وتفريغي لما لدي، أنا الأوان إيش؟ التحلية، اللي هي إيش؟ أني أبلش أعمل شيء جيد، وبالتالي لازم يكون في عندي جدول، لازم يكون في عندي شيء بدي أسويه. ما هي التقسيمة عموما؟ وبعدين نيجي على هذا الأمر في الجداول الفعلية. مش حكينا إحنا في ثلاثية قراءة النفس، قبول النفس، تقدير النفس، اللي ثلاثية فقه النفس. كل واحدة من هذول كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة لها تطبيق. قراءة النفس إيش تطبيقاتها اليومية؟ أولاً مهارة التوقف. هذا إشي أنا أزعم إنه من الأشياء اللي أنا بفرح فيها من طلبة فقه التفكير والعقل لما تطلعوا، إنه لما يحكوا لي دكتور صدعت روسنا، بطلنا نعرف عايشين زي العالم والناس، بقولهم ممتاز هذا اللي بدي. لما تتصل في واحدة من دبي وأنا في أمريكا وتقول لي دكتور إحنا قاعدين في مؤتمر عن التربية، الله يسامحك خربتنا، مش عاجبنا العجب، طيب كل اللي عم بيحكوا عم ننقدهم 5000، بقولهم ممتاز هذا اللي بدي إياه. لما تحصل عندكم ثمرة إنه قادرين تتوقفوا وتلاحظوا وتنقدوا، والمسائل ما عم بتمر عليكم مرور كرام. قبل أيام كنت في برضو ملتقى، فأنا في الملتقى هيك إيش حكيت؟ حكيت إنه مثلا أعطيكم هذا المثال، شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي عبدي أطعني تكن ربانيا، تقول الشيء يكون فيكون، فعلى طول بعض الحضور الله سبحان الله، قلت لهم فعلا هذا حديث موضوع، قلت لهم ما إيش هذا؟ وهو مدام دكتور عبد الرحمن وقاعد على منصة، إذا أكيد اللي عم بحكيه صح. طبعا حتقولوا لي ليش هذا الكلام عملته؟ لأنه تصور أنه هذا الحديث كثير من دورات شعوذة الجد تقوم هم حاطينه فوقيه، عبدي أطعني تكن ربانيا تقول لشيء يكون فيكون، حديث قدسي. بعدين أسرار طاقة الجد، أسرار مش عارف كذا، وهو أصلا الحديث كله على بعضه موضوع. لكن أنا ليش حبيت أسويها قبل كم يوم في الملتقى هذا؟ إنه الناس حبيت يا جماعة ما بيصير، أنت المفروض واحد سمع كلمة خصوصا فيها كلمة كون فيكون، طب مش ما بتحرك عندك إشي؟ ما بتحرك عندك مش احتمال إنه ما يكونش كذا ما يكون، على الأقل دكتور عفوا والله هذا وين سندول يعني، وإيش ومن أي كتاب إيش تخريجه؟ لا انسوا الموضوع، ما دام دكتور عبد الرحمن حكى إذا هو صح، هذه معناها في مشكلة. مهارة التوقف ينبغي أن تكون واضحة، وأول تطبيق لمهارة التوقف يوميا هو إيش؟ ركن الطمأنينة في الصلاة. واحد من أهم الأشياء اللي ممكن تتعلموها في التوقف والتطبيق أن تتعلم الطمأنينة. هي الطمأنينة باختصار يا جماعة هي ذلك الركن للأسف الأشد هجرانا، طيب أو هجرا عند المسلمين. الطمأنينة باختصار أنه الإنسان ما ينتقل من ركن إلى ركن في الصلاة حتى يطمئن. إيش يعني يطمئن؟ حتى تستقر أضلاعه، وقالوا حتى يرتد إليه نفسه، وقالوا بمقدار تسبيحتين، يعني كأنك تعد أنه في تسبيحتين بعدين تكمل. إذن التطبيق اليومي مهارة التوقف كيف أتعلم؟ بلشوها على الأقل بالطمأنينة في الصلاة. اثنين، ما لا يقل عن نصف الساعة جلسة مع النفس، سواء كان عن طريق كراسة قراءة النفس، عم تعملوا إشي، طب دكتور ما بصير نقرأ، ما بصير نعمل هذا كله فيما بعد، ما في مشكلة، كبداية ابعدوا عن هاي الأشياء، لأنه الغرض أنه تتعلموا أنه لما أقعد لحالي عن جد لحالي إيش عم بصير. أما إذا هربتوا إلى رواية معناها ما سويتوا إشي، معناها هربتوا من الناس إلى شخوص الرواية، هربتوا من الناس إلى كتاب معين، أنا ما بدي هذا الكلام الآن. هلأ بعد فترة بتصيروا انتوا يعني ما بتحتاجوا النص ساعة، بتصيروا وانت ماشية وانت مع الناس وانت قاعدة وانت هلأ موجودة تسرحي لمدة ثواني مع نفسك وترجعي مرة ثانية، قيمتي شغلة، راقبتي نفسك في كلمة قيلت، مزحة معينة، إيماءة، هي عبارة ما يسمى باختصار النفس اللوامة. بس ايش؟ بس بتصفي معاكي حاضرة لدرجة بديهية انك بطلتي تستدعيها، صارت هي الطبيعي عندك. احنا مشكلتنا تعريفنا للنفس اللوامة سلبي، والنقد السالب، اللوم هو الجر، زي لما انت عم تجردي، يعني كيف المحاسب اللي عنده مادة عم بجردها؟ هو عم بيطلع الارباح والخسائر، مش بس الخسائر. انا هلا مثلا لما بحكي كلمة معينة وارى اثرها على شخص معين في تلك اللحظة احمد الله عليها، هذه نفس اللوامة، احمد الله عليها لاثرها في الاخر. كل ما كنت اقرب للورد اليومي، لذلك الواجب اللي حيكون اليوم اولا الطمأنينة في الوتر، ثانيا قراءة صفحة من القرآن أيا كانت إيش ما كانت، بس أنا أفضل أنها تكون صفحة معروفة تفسيرها معروف معلوم، وما أثرها على قراءة نفسي. هتقول لي أي صفحة؟ أي صفحة؟ أنا هلأ شغال في المعجم النفسي للقرآن الكريم، ما في صفحة بتمر إلا وقراءة النفس فيها، ما في صفحة بتمر، حتى المداينة آية المداينة حتى آية المداينة، حتى المواريث حتى المواريث. كيف هي؟ هل هي
هون مهارة التوقف، انك تبلشي تصير عندك قدره انه كل شيء الصحابه يا جماعه كان الحديث يحدث به يكاد ان يقصد به المنافقون فيظنون انه هم المقصودون. ليش؟ مراقبه نفس. ما لا يقل عن نصف الساعه تفسير حدث واحد على الاقل، يعني من اليوم لبكره ما عدا الوتر، ما عدا قراءه الورد، بدي مثلا موقف واحد يكون حصل وانتوا في الطريق للبيت، وانتوا في الشارع، وانتوا في السياره، وانتوا في الباص، وانتوا جايين الصبح لما مطرت، اذا غيرت، في البيت مع الاهل، تفسير حدث واحد. ليش؟ ايش الغرض منه؟ ان نتوقف ونفسر، انه يكون عندنا هاي الملكه، انه مش كل شيء يمر. ما ابوي ما متعود عليه، لا كلمه ابوي متعود عليها مش تفسير. نعم في البدايه بيصير في شيء من الصداع طبيعي في البدايه، مراجعه قبل النوم، وهذه ما في افضل من أذكار النوم والدعاء فقط. هذا المثال يمكن ذكرته كثيرا. دكتور علم نفس أمريكي في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأنا عم بحكي له بيقول لي ودي شو دخلوا وأنتم بتحاولوا تدخلوا الأشياء، فكنت أجيب له دائما أمثلة الطائف إيش صار مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة قلت له تعال أفسر لك الدعاء الذي ننهي فيه اليوم ونبدأ فيه اليوم. فترجمت له أي دعاء؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والله لم أزد على ترجمته وتفسيره، يعني إنه إيش معنى كذا وإيش معنى كذا وإيش معنى كذا. وثاني يوم لما نستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. زلمة قال لي هذا الحكي ما بيطلع إلا من واحد حكيم، طبعا هو مش راضي يقول قضية رسول إله. طبعا أنا كلمة حكيم لحالها ما بتكفيني، تعال فسر لي، أنا بدي إياك تقول لي ليش حكيت حكيم. في علم النفس في عندنا المدرسة التحليلية، المدرسة السلوكية، المدرسة الإنسانية. قال لي هذول الدعائين بيشملوا كل المدارس، بيشملوا المدرسة التحليلية والمدرسة السلوكية والمدرسة الإنسانية والمدرسة المعرفية، لأنها لا تقوم إلا على معرفتك بإله وبالطلاع وبحضور وب... مراجعة قبل النوم يكفيها فقط إذا كنت عاملين كراسة قراءة النفس، إذا كنت قارئين كذا، إذا صليت الوتر، إذا دعيت في الوتر. لا يبقى فقط إلا أن تحطوا راسكم ويمكن يدوب تكملوا أول دعائين ولنتوا غاطين في النوم، وبعدين انسوا لا كوابيس ولا بطيخ ولا كذا. طيب يمكن تحلموا، نعم، لأن الإنسان بيكون عم بيفكر بشيء ممكن يطلع له في من خلال الحلم. قبول النفس، كيف أطبق قبول النفس يوميا؟ قبول النفس التوقف مع ردود الفعل وتقييمها. ليش؟ معظم الناس اللي عندهم مشكلة مع قبول أنفسهم بيصير موقف معين أول ما يبلش يفكر بردة فعله يتهم نفسه، أنا مش نافع، أنا مش نافع، أنا مش كويس، أنا هتقول لا بالعكس معظم الناس بيتهم الآخرين، هو لحظيا كلحظة دفاعية غريزية بيتهم الآخر، لكن أول ما يخلو بنفسه ليش عملت هيك؟ والله كان بالضبط اللي عملية الجلد هذه. وبالتالي من تمرينات قبول النفس اليومية لما فلان مر وسلم بكذا بالطريقة، لما فلان طلع وما ذكرني بمش عارف ايش طريقة تعاملي مع هذا الموقف؟ كيف فسرتها؟ هل كانت جلد للذات؟ هل كانت محاولة فهم وبالتالي اعذار للآخر ولا ايش؟ هذه مهمة. الآن إذا طلع انه في هذا الكلام جلد الذات كثير، معناه هون بدي اتوقف واراجع مساله قبول نفسي، هل انا قابل نفسي ولا مش قابلها، وايش يعني قبول بعد شوي راح نحكي فيها. قراءه من ايه من ايات الانسان، الانسان في القران، مفرده الانسان في القران معظمها مش كلها معظمها وردت في هاي العجينه اللي ربنا خالقها مليئه بهذا وهذا، بس في قابله للضعف للنقص للكذا، هلوعه في كبد ضعيفه الى اخره. وبالتالي لما أقرأ آيات الإنسان هذا بيهون علي قبولي لنفسي، إنه أنا هيك، يعني أنا ربنا خالقني هيك، باقي إني أشتغل، لكني مش كل ما أغلط بروح أجلد نفسي وكأنني النبي الذي أخطأ. أنت الإنسان الذي أخطأ، في فرق. الإنسان الذي أخطأ هذا هو الطبيعي، بدك تشتغل، بدك تتعلم. عدم القبول هو رفضي لنفسي في لحظة معينة واتهامها بالسلب وجلدها في التعامل، هذا عدم القبول. لكنه اني اخطأ الان وبعد شوي اشعر بالندم، بعدين ارجع اصير كويس، وبعدين اتراجع، هاي تقلبات الحياة اليومية طبيعي. التدرب على الحديث بإيجابية، احكي عن حالي كويس، احكي عن حالي بإشي جيد، احكي انه انا والله يا جماعة يعني الواحد واما بنعمة ربك فحدث اليوم، عجبني انه سويت كذا وكذا اليوم. بس هذا مدخلي للغرور، مدخلي للغرور عند مين؟ عند الشخص
اللي مخلص من قضية قبول النفس وطالع فوق فنخشى عليه، مش واحد تحت عم بيحاول يطلع حاله، واحد بيجي الناس بيتهموه طلع انت مش نافع. لا انا مش نافع. نرجع على كعب، لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط الا في غزوة تبوك. ايش الغرور هذا؟ هو مش غرور، هو جاي بده يحكي عن موضوع كان عامل له مشكلة، فذكر ايجابياته، تحدث عن نفسه بإيجابية. والله أنا اليوم ربنا يعني أنعم علي بكذا وكذا، اليوم فهمت شغلك صار لي كثير مش فاهمة. إحنا ما بنحكي، تعودنا أنه لا ما بصير، وهذا حرام وهذا من الشيطان وهذا كذا وهذا كذا. فإيش بيضللنا؟ بيضللنا بس الجلد. وللأسف درسنا ربينا في التراث الإسلامي عندنا أنه هذول اللي كانوا بيجلدوا حالهم هم الزهاد الرائعين الأولياء الكذا، اللي كان يضع إصبعه على النار فيقول ذوقيها قبل أن تذوقيها، وكان ما بينام الليل لما يشوف النار مولعة قدامه. ويقول ابن تيمية أنه معظم أحاديث القصاص عن الزهاد هي استثناءات وليس الأصل، يعني بيجيبوا قصة ما كانت هي الأصل ويعملوها على أنه هي الأصل. المحاسبة ممكن نخليها من اللوم، لكنه المحاسبة تخطئ إذا وضعت كلمة محاسبة تعني كلمة سلب أو جلد. المحاسبة معنى أني بعرف اللي إلي واللي علي، ما فيها مشكلة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لما حنحاسب يوم القيامة حنحاسب بس في السيئات ولا في الحسنات كمان؟ كله. أعطي مثال بسيط جدا، أنا هون في المادة ممكن أكون واحدة من الأخوات مثلا استلمنا عليها، طيب؟ فمثلا أشعر بالذنب أني أنا سلكت سلوك اليوم خطأ. الاعتدال في الموضوع أني مباشرة أعرف المسألة، هل اللي عملته فعلا خطأ؟ طب ما الذي سيسعفني في هذا التعريف؟ صاحب الشأن طبعا اي ما كانت النتيجه، والله زعلان كذا بعتذر. بعد ما اعتذر خلاص انا اديت اللي علي، طيب انا اديت اللي علي. او اذا ما في مشكله اصلا ما في مشكله، لكن فلنقل مثلا لا والله زعلان انا اعتذر، وعندما هذا اللي بيني وبين الشخص، طيب، واحاول ان اقدم اعتذاري باي طريقه ترضيه، لانه هذا حقه طبعا، باي طريقه ترضيه للدرجه الصحيه نفسيا، مش اروح والله انا لن ارضى الا ان تتعذر. بقيت تزكيتي لنفسي لما ارجع، هذه يعني إما أن تكون بركعتين، بجلسة خلوة مع النفس، بصدقة عنها في غيبتها كل وراها. يوم قل لي هيك عندي أخي مشكلة. طيب، ولذلك حاطي مثال دائما بنجيبه من التاريخ، مثال عمر بن الخطاب لما كان خليفة وصعد على المنبر في يوم من الأيام وقال الصلاة جامعة. لاحظوا اللي أحكي الآن مثال غاية في الروعة في مسألة جلد الذات اللي الناس بيفهموها أو يعني بيعملوها غلط. فالتم المسلمين مباشرة إنه الصلاة الجامعة، بتعرفوا يعني كان في يعني في حدث، صفارة إنذار، هي الصلاة الجامعة صفارة إنذار. فاجتمع المسلمين وإذا عمر على المنبر، فلما اجتمعوا توقعوا حيكون في خبر في كذا، إيش قال عمر؟ ما زلت أذكر يوم كنت رويعي الغنم أرعى غنيمات لخالات لي بكف من التمر. بس فعبد الرحمن بن عوف قال له ألي هذا جمعتنا يا أمير المؤمنين؟ إيش قال له؟ بلى يا عبد الرحمن، حدثتني نفسي بأني أمير المؤمنين فأردت أن أذلها أمامكم. عمر بن الخطاب المسألة صارت بينه وبين حاله، ألم يكن من الأجدر أنه يصلي ركعتين أو يقرأ له آيتين وينتهي؟ لكن لعلم عمر أن الأمر إنما حصل بوجود آخر اللي هو أنا أميرهم، فجابهم وورج هذا الأمير قدام الرعية مين هو، هيك عالجها. هلا بعدين شو سوى؟ ما بعرف، ما نقلت لنا القصة انه بعد ان نزل عن المنبر لما اختلى بنفسه، ما بعرف. بس واحد زي هذا اذا قدام الناس هيك عمل، بينه وبين حاله شو عمل؟ لكن هل هذا يعني جلد للذات؟ ابدا. تهذيب. عمر تهذيب، تزكية. انا ما عندي مشكلة انه شخص يخطئني، اعتذر له اعتذر، هذا صدر مني وانا اعتذر جدا انه يعني طلعت منه، بس اعتذر وخلاص وانتهى. لا، بدك تعتذر وتقول لي انك انت غلطان، وتقول بعض الناس بيفهموا حتى قضيه عزه النفس. دائما بجيب المثال، في عجمان واحده من الاخوات قالت لي دكتور في ناس طالبين انه دوره كيف اولد من جديد تنعاد مره ثانيه. قلت لها طيب ان شاء الله خير، هي المسؤوله عن المركز. قالت لي بس دكتور في شيء غريب انا مش عارف افسره، بيقولوا بدنا هذا الدكتور اللي شايف حاله. قلت لها طيب وين سؤالك؟ قالت لي انا مستغربه كيف بدهم اياك وشايف حالك. قلت لها لأنه الناس تعريفهم لشوفة الحال في مشكلة، لما يجي بني آدم يحكي أمامهم مسائل هو يراها حقا، يعني أنا زي ما بحكي أنا ما بحط على الشاشة قدامك إلا ما أراه حق، ولا كان من قلة الأمانة ومن سوء الأمانة أني أحكي شيء مش حق. فمن الطبيعي أني لما أحكيه بحكيه بقوة، وبحكيه يعني وأنا ما يعني بين قوسين
يعني مثلا مساله الشعوذه بحكي عنها طبعا وانا ماشي بكل اريحيتي، واللي مش عارف بيضرب راسه بالحيط انا مش مشكلتي. الناس ما اعتادوا على هذا الخطاب، فهو والله عم بيحكي صح، بس يعني ما يحكي بهذه الطريقه. طيب ايش الطريقه اللي بدكم اياها؟ طريقه الامتهان للنفس اللي تعودناها في التكلف من المقابل، اللي هي يعني اللي عم بحكي يعني مش اكيد، يعني انتم درسوه زي ما بدكم بعدين لما تروحوا على البيت، بس هو مش بالضروره يكون صح. نعم مش بالضروره يكون صح. ليش حاطه حضر جنابه؟ بس الناس متعودين على هي الطبطبه الزايده، ومتعودين على هيك يعني الذوبان امامهم حتى اطلع انا انسان متواضع واطلع انا. اما انك تكون انت متمكن مما لديك تطرحه كما هو، لكن بنفس الوقت واحد يجي يقول لك دكتور عبد الرحمن هاي الكلمه غلط، والله انا ما بعرف صراحه، راجعها ويعني ويا ريت تسعفني هذا الكلام وين. الناس ما عندهم هاي التعريفات، يا طخوا يا في مخه، يا متكبر مش شايف حدا وبيتهرب من النقاش وكذا، يا اما يعني الكل القطب ياكل عشاه مش عارف ايش الكلام هذا. دائما بجيب المثال، انا الناس بتسالوا يعني البعض بيعرف والبعض ما بيعرف قضيه لبسي، ليش انا دائما لبسي من هذا النمط؟ طبعا يعني مره واحد فاجئني من سنتين تقريبا، يي انت بتلبس زي احمد الشقيري؟ قلت له لا معلش عذر، هو بيلبس زي انا هذا اللبس بلبسه من سنه 2002 لما هو كان لساته في يعني في اماكن اخرى. طيب فايش اللي حصل في 2002؟ انا اصلا ما بلبس يعني ما بحب البدل وكذا، لكن بالجامعه كانوا بيجبرونا طالب الطب لازم يلبس جراف بدله وجرافه، بل ممكن تتروح اذا مش لابس جرافه، يعني بعضهم ممكن يروحوك اذا انت مش لابس جرافه، فكنت بلبسها غصبا عني. اول ما تخرجت طلقتها. طيب الى ان بيوم من الايام صار في مؤتمر مش عارف ايش هو، يعني المؤتمر كان في دوره، فاعطيت حضرت المؤتمر بالبدله وجرافه. واحده من الاخوات اللي حاضرات في ابو ظبي، انا قلت في عجمان لا في ابو ظبي هذه كانت، ف اجت لي قالت لي مش انت عم بتعلمني انه كل شيء مرد وكل شيء لازم يكون مستوثق منه وكل شيء لازم تكون عندك؟ قلت لها طيب. قالت لي بس حابه احكي لك انه الجراف اللي انت لابسها اصلها صليب، واذا بدك تتاكد الموسوعه البريطانيه هذا المرجع وروح تاكد. طبعا انا ما كنت بعرف انه القضيه اختبار، انا كنت افكرها نصيحه حقيقيه، لانه صليب ايش يعني ايش المشكله؟ ما هي يعني خلص مما صار به عرف وكذا، وحتى الناحيه الشرعيه فيها مش، بس لانه انا اصلا يعني مش طايق الموضوع، واصلا بحب فعلا لبسي يعني انا ما عدا المناسبات اللي كثير كانت رسميه لبسي دائما قميص طويل وتحته بنطلون، قميص طويل وتحته بنطلون، بس كنت لسه ما فصلت الاشياء اللي زي هاي، كنت بشتري اشياء جاهزه صينيه وما صينيه وكذا. رحت والله واذا الموسوعه البريطانيه فعلا بتحكي على قضيه كيف كانت كيف كان بيعملوها زي الصليب، بعدين صارت كرواتيا صار يعملوها عشان هيك كرافات جاي من كرواتيا. طيب صاروا يعملوها بعدين زي لفحه هيك يعملوها زي الصليب يعني عندهم، بعدين صارت جرافه. شلت كل جرافاتي يومها، شلت كل جرافاتي واعطيتها لاخوي الصغير اللي اصغر مني، مما يدل على اني انا ما عم بحرمها، لكنه انا خلص اجى الشيء اللي يخليني امام. من ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم كملت بنوت، واذ تجيني في اخر شيء هي مجموعه قالت لي بصراحه انا بس بدي اشكرك، انا كنت عم بختبر فيك الى اي درجه انت متواضع ممكن تقبل النصيحه. قلت له بس اختبارك سيء، لانه افرضي انا اجيت ثاني يوم لابس جرافيا، مش لاني ما اقتنعت بكلامك، اقتنعت فيه لكنه لا يعني انه مش يعني انه بالضروره اغير لبسي. فقلت له بدك تدير بالك يعني، لكنه انا ارتحت كمان انه الحمد لله انه بالضبط انه الشغله اجت يعني كما هم كانوا عم بيرسموا. فاحيانا هو خط رفيع بين قديش انت بين قوسين شايف حالك وقديش انت مقدر حالك، مقدر مش شايفها مقدرها. اذا التدرب على الحديث بايجابيه عن النفس هذا يوميا لازم على الاقل ولو مره واحده الواحد يحكي عن حاله شيء كويس. طبعا تلقائيا لما حيضطر يحكي عن حاله شيء كويس لازم يكون مسوي شيء كويس صح؟ ارجعوا للي فوق حتلاقوا في اشياء كويسه تنحكم. نيجي على تقدير النفس او التقويم والتقويم. أولاً التخلية أو التفريغ أول بأول، بمعنى أنه ما بيصير يمر عليكم يوم وفي أنفسكم شيء يصبح معكم لثاني يوم، أو بالأحرى يمسي معكم في تلك الليلة ويظل معكم لثاني يوم. غلط. اليوم فلان ترك في نفسي أثر معين بدي أحكيه أول بأول، ما أخليه في نفسي، لأنه إذا كان يعنيني والله محمد عمل موقف معين ما عجبني، أنا محمد يعنيني ما بخليه يطلع من هون من غير ما أحكي له إياه. والتفريغ زي ما بحكي مش الانتقام، عشان هيك اقرأوا رسالة التخلية والتفريغ. الانتقام يا جماعة اني انا بدي اورجيه، بدي ارد له اياها، بس الطريقة انه محمد يعني بس ما عجبني بصراحة كنت اتصور انك احسن من هيك، اها يعني انا اسوء من هيك، لا انا ما حكيت هيك، لا انت حكيت هيك،
بس حكيتها ب طيب. التفريغ اول باول، وهذا يحتاج الى ان نراجع مفردات عزة النفس، الاهانة، الكرامة، غلط في حقي ولا في حقه. والتفريغ معناها اني اطلع اللي جواتي بس، مش اطلعه اضربه فيه. اطلعه اضربه فيه هذا انتقام، هذا معناها لسه في ملف بده يتسكر بعدين. اما التفريغ معناها اني اطلعه بس وانتهى. وانا يعني في مثال تقليدي اللي بحكي، لو واحد اجى اليوم صار موقف في الشركة وما قدرت احكي معاه لحظيا، احكي معاه تليفون، فلان السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم حصل منك موقف لعلك لا تقصده، اعذرته مسبقا لانه مش الغرض اني انتقم منك، لعلك لا تقصده، لكن الحقيقة ترك في نفسي شيء، ولانك بتعز علي وبكره ما بدي ابتسم ابتسامة صفرة في وجهك، حبيت اني اطلع الشغلة، ومع ذلك انا بعتذر اذا كنت اصلا فاهم الموضوع كله غلط. انتم ملاحظين المكالمة؟ اعذرته مرتين وشرحت موقفي بكل حسنية وورجيته مقدارك عندي وهذا سبب مكالمتي لك. هذا لو بعد المكالمة قال اني انا غلطت بضرب فيه عرض الحائط ولا يعني. اذا بعد هيك مكالمة قال والله هذا اتصل وسبني السلام عليكم ممتاز نغلق هذا الملف وفي ناس اولى منه. التحلية، ايش التحلية يعني؟ ايش اللي اسوي كل يوم؟ اولا مراجعة الهدف. اللي عنده هدف معين ولا يراجعه كل يوم معناها يراجع نفسه في قضية قديش هو فعلا هذا الهدف هدفه. اللي ما عنده كل يوم مراجعة للهدف اللي عم بيسويه وإضافة عليه معناها هذا الهدف مش شغلك. الورد اليومي زائد حديث زائد الأذكار. الورد اليومي أقصد من القرآن. طلب علم الاستخلاف، إيش قصدي؟ تخصص زائد شرع. أنا مهندس لازم يوميا أقرأ في تخصصي، طبعا هذا كان رغبتي، لازم يوميا أقرأ في تخصصي ولازم يوميا أقرأ في طلب العلم الشرعي. لازم أكرر إذا أردت أن، لأنه سميته أنا الاستخلاف، إذا أنت مستخلف في هذا وما عم تقرأ فيه إيش سوينا إذا؟ في حين تصور لو كل شخص متخصص في مسألة كان عنده علم فيها كان ثلاث أرباع المشاكل اللي عم بنعانيها الآن في المنهج العلمي ما لقينا، وكان ثلاث أرباع الحالات اللي بدنا ناس تسدها كان لقينا ناس يسدوها. الترويح علوم الشرعية سواء فقه الصلاة، فقه الوضوء، الدرس اللي عم تحضريه إلى آخره، الترويح يمكن توزيعها على اليوم. ليش قصدي يمكن توزيعها على اليوم؟ انه مش ضروري والله اخلص كل شيء بعدين اقعد في البيت لا، ممكن وانا ماشي اروح على نفسي، وانا في السياره عم بروح على نفسي، وانا معنا ممكن وانا عم بسوي كل هذا لانه بعتبره ترويح فمش محتاج ترويح خاص. طيب والرياضه، هذا فيما يتعلق باليوم. بالاسبوع خطبه الجمعه قراءه النفس. خطبه الجمعه لما انا احضر خطبه الجمعه، حتقول طب البنات اذا ما عم يحضروا احضري لك في وقت خطبه الجمعه ساعه على اليوتيوب او ساعه ما. المهم تكون غرضها اللي بدي اسمعها تزكيه لنفسي، مش نقدا للخطيب، مش عدا لاخطاء النحويه، مش تعليقا على انه ما حكى عن القدس. يعني بدي احضر لاني بدي ازكي نفسي، اي كلمه بيحكيها تخاطبني شكرا. هاي النية ينبغي تجديدها، وبالذات عند الشباب اللي عاملين في المجال الدعوي والنهضوي والى اخره. كاتب انا موجه قبول النفس كل اسبوع، مش غلط انه تخصصوا يوم الجمعه مثلا ولو في قراءه الكهف، انه تخصصوا مثلا بعض الايات او بعض قراءتكم من السيره لما يتعلق بقبول النفس. حادثه حصلت مع صحابي في سوره الكهف، طبعا يعني لو بدنا نفتح سورة الكهف مليئة بقبول النفس، مليئة بقبول، مش قبس قراءة، بقبول النفس. طيب قصة موسى، وقصة يعني قصة موسى مع عبد الصالح، قصة ذو القرنين، قصة الناس اللي شافهم ذو القرنين في، بس المهم انه يكون في عندي انا جدول اسبوعي كمان في ملف قبول النفس اللي انا عم بشتغل عليه. طيب فقه التناصح، ليش هذا عم بحكي عنه؟ لو كل اسبوع خصصت شخص بنصيحة او طلبت من شخص ان ينصحني، ايش الغرض منه؟ لما انا بنصح بحكي لنفسي يا نفس انت مؤهله انك تنصحيني. احنا بعضنا لا، انا ما بنصح، اعوذ بالله، انا مليء بالمصايب. انا انصح؟ لا اقول انصح، ايش المشكله؟ وطلب النصيحه اسبوعيا، مراجعه التخليه، مراجعه التحليه اللي سويناه في الايام، يوم الجمعه يراجع فقط. التعليم والمرونه، ايش قصدي؟ لو كل اسبوع راح اتخصص فيكم، واحده من الاخوات كانت ايش اللي عملته في دبي؟ أطفال العائلة عندها كل أسبوع بتعلمهم شغلة. ليش هذا الكلام إيش بيعمل؟ بيرفع تقديرها لنفسها. إنه أنا عندي مادة عم بقى. ثانياً بيعلمها المرونة، تقبل أشياء، في واحد ما راح يفهم، واحد راح يقولها أنت مش ما عم بتفهمي، واحد ممكن يسمعها كلمة، واحد ممكن يغلطها، واحد ممكن يجي ممكن تعطي محاضرة لناس، ممكن
حتشوفوا انه اولا عم بتعودوا انفسكم على قضيه انه انا عندي خيار، طب ليش ما يطلع؟ وفي نفس الوقت طالما واجهت الناس لازم اتقبل انه الاخرين مش بالضروره يقبلوا كل شيء اقوله. اللي بيصير احيانا البعض قد ما هو بعيد عن هذه الاجواء اول ما يجي يجرب مره واحده وينتقد يسقط، لانه مش لازم لما اعمل ما حد ينتقدني. جلسه عائليه هي ضروريه جدا. ليش؟ لانه كثير منا بنشوف حالنا دائما برا البيت، بالبيت ما في كلام، طيب وبالتالي ما في جو عائلي، وبالتالي كيف سيكون ثمة تقدير لنفسي وأنا في الدائرة المقربة مني مش شايف حالي؟ تعديل سلوك كل أسبوع وأحط لنفسي سلوك معين براقب، في نهاية الأسبوع أبدأ المعايرة، إيش مكان هذا السلوك؟ الصمت، الملاحظة، الغضب، الكلام، الابتسامة، النقد، إيش مكان السلوك؟ بس المهم أراقبه كل أسبوع وأضع تيك، شغال صح، غلط، تراجعت، مكاني، شو اللي عملته، شو اللي أضفته، شو اللي قرأته لهذا الأمر. شهري طبعا لو كانت مادة فقه النفس فالأصل الفراغ منها اللي كراسة قراءة النفس، أو مراجعتها ومراجعة من أنا ولما أنا اللي هو الفصل الأخير في كراسة. أنا هذا الفصل أنا اللي المادة مسويها من سنين، كل شهر لازم أراجع من أنا ولما أنا، لازم أراجع. بالمناسبة كل مرة تجد القراءة مختلفة، لأن هذا اللي أنا بسويه، لما بشوفه ببجد القراءة مختلفة سبحانه، والمشاعر مختلفة، إشي كان زمان معصبك هسه عم تراجعه وأنت بتضحك، إشي كان زمان غايظك هسه العكس أحيانًا، إشي كنت بتفكر إنه ما في مشكلة هسه بتطلع عليه بتقول لا والله أنا كيف هذا كنت بفكر إنه ما في مشكلة، لأنه أنت إنسان جديد الآن. شهريًا تابع لقبول النفس تدوين خواطر الآيات، مش هون حكينا إنه بس قراءة، تجميع كل شهر خواطر الآيات، كل شهر لو دونتم هذه حتكتشفوا انه عندكم ماده كفيله بانه اولا عندكم الجلسه العائليه فيها كميه من الماده اللي ممكن تعطوها لغيركم، اللي ممكن تفيدوا فيها غيركم. بس هذا ايش بده؟ بده تدوين. اما انه والله عجبتني هاي، والله ذاك اليوم راحت علي، وانتم عم تقراوا تفسير، هي لها علاقه، دونوا دائما دونوا، الكتاب كثير مهم. اضافه شيء من السيره الى الايات، احنا مرات في ناس كثير القران عندهم لكن مثلا صلتهم مع السيره مش ولا بد، ضيفوا شيء من السيره. طبعا ايش الكتاب ايش كذا؟ تعليم ما سبق. هذا اللي انا دونته واضفته اعلمه لغيري. هذا من شانه كمان انه يرفع من قضيه تعزيزي، وبالتالي تلقائيا انا تجاوزت قبول النفس. هون الفراغ من كتاب، لازم يكون في كتاب على الاقل قرئ في الشهر. الفراغ من نشاط، انتاج جديد مثل تعديل سلوك، رحله فرديه ورحله اسريه جماعيه. كل شهر لازم يكون الانسان طلع له ولو مره واحده طلع على حاله، مش ضروري طلع على حاله يعني يروح على العقبه، ممكن اذا نزل بس يتمشى في البلد هاي كفيله، بس يكون قاصد انا نازل اتمشى عشان نفسي. دوري سنوي رمضان، انا دائما رمضان هو يعني هو المحطه السنويه. الفراغ من اكتشاف او تعزيز موهبه جديده على الاقل، لازم يكون كل سنه عندك مساله اشتغلت عليها، القاء، خطابه، تعليم، تعلم، كتابه، مهاره كذا الى اخره، كل سنه. اضافه لكل الاشياء الثانيه هي تلقائيا هي موجوده، لكنه لازم يكون في شيء جديد في هذا رمضان. العباده والعمل، الخوف والرجاء، رمضان بيجي بيخلي قضيه القبول غصبا عنكم موجوده، مليء بالرحمات، وبالتالي الناس اللي عندهم دائما ربنا مش حيرحم ربنا، بيجي رمضان بيقول لهم لا. تعالوا بس راجعوا كل اللي فات، هذا بيجي رمضان بيثبته. وتنظيم عمل جماعي، لقاء، ملتقى، مؤتمر، هذا بيعزز كل المهارات اللي حكيناها، التخطيط والعمل الجماعي وقراءة النفس وفقه النفس والقبول والكذا، بمرة واحدة سنوياً